بالنسبة للبنكرياس، البنكرياس بتكون عن طريق تو اندوديرمال بادز، وهذول التو اندوديرمال بادز حيلتقوا مع بعض حيكونوا لي البنكرياس اللي بنعرفه. أول بد بدنا نعرفها هي الفنترال بنكرياتيك بد. الفنترال بنكرياتيك بد حتكون تحت الهيباتيك دايفيرتيكولم على طول بالطريقة هاي، والفنترال بنكرياتيك داكت هي اللي حيطلع منها المين بنكرياتيك داكت اللي حتتحد مع الكومون هيباتيك داكت وتفتح وين بالدوادينم، والبد الثانية اللي بتكون الجهة المقابلة من زهمة الدورسال بنكرياتيك بد. اللي بيصير انه لما يصير في عندي روتيشن 90 درجة للدوادنوم، الفنترال بنكرياتيك بد حتلتقي بالدورسال بنكرياتيك داكت بالطريقة هاي، وهي عندنا المين بنكرياتيك داكت. الفنترال بنكرياتيك داكت بس يخلص الروتيشن هتعمل لي الانسينيت بروسيس اوف ذا بنكرياس. بالنسبه للدورسال بنكرياتيك داكت هتعمل لي الهيد والتيل والبادي اوف ذا بنكرياس. وشغله كثير مهمه نعرفها انه الدورسال بنكرياتيك داكت بيطلع منها هذا الاكسسوري داكت اللي بتفتح فوق المين داكت اوف ذا بنكرياس، وبتفتح لحالها بعكس المين داكت اللي بتفتح مع الكومون هيباتيك داكت او الكومون بايل داكت. طيب نعيد على السريع. بالنسبه للبنكرياس، البنكرياس تو بادز، في عندنا فنترال بد وفي عندنا دورسال بد. الفنترال بد حيطلع منها المين بنكرياتيك داكت وحتعمل لي الانسينيت بروسيس. الدورسال بنكرياتيك بد حيطلع منها الاكسسوري بنكرياتيك داكت وحتعمل لي الهيد والبادي والتيل اوف ذا بنكرياس. بصير في عندي روتيشن 90 درجه للدوادنا بس يصير روتيشن للفور جات، وبتروح الفنترال بنكرياتيك داكت لعند الدورسال بنكرياتيك سوري الفنترال بنكرياتيك بد مع الدورسال بنكرياتيك بد، بيعملوا لي البنكرياس اللي احنا بنعرفه، وبيفتح وين على الدوادنا. طبعا زي ما بنعرف انه الدكت هاي مشان الاكسوكراين بارت اوف ذا بنكرياس، احنا عندنا اندوكراين بارت برضه اوف ذا بنكرياس بنسميهم اللي هم الايلتس اوف لانجرهانس. هذول بتكونوا على الشهر الثالث، والشهر الخامس ببلش السكريشن للجلوكاجون انسولين سوماتوستاتين اند سو اون. شويه انوماليز بالنسبه للبنكرياس، تو انوماليز نعرفهم. الاول انومالي بنسميه احنا الاكسسوري بنكرياس انه بيكون في عندي انا بنكرياتيك تشو. هذا البنكرياتيك تشو انفيد سب ميوكوزا اوف اذر اورجانز، ممكن يكون اي اورجان على الجي اي تراكت، بس ماست كومونلي بيكون وين بالستومك، وبفرز البنكرياتيك جوس ان ذا ستومك. اذا ايش هو الاكسسوري بنكرياس؟ الاكسسوري بنكرياس انه عنده بنكرياتيك تشو انفيدز ذا سب ميوكوزا اوف اني اذر اورجان ان ذا جي اي تراكت. بالنسبه للانيولر بنكرياس، الانيولر بنكرياس اللي هو سيرجيكال ايمرجنسي وبده سيرجيكال انترفنشن على طول. ايش يعني انيولر بنكرياس؟ هسا احنا حكينا انه الفنترال بد بتصير روتيشن بتروح لعند الدورسال بد. هسا اذا صار في عندي فيلير بالفنترال بد انها يصير لها روتيشن برضه، هذا بصير في عندي انيولر بنكرياس. بلاقي البنكرياس لاف حوالين الدوادنم بالطريقه هاي، ممكن يعمل ابستراكشن للفود فلو عن طريق الدوادنم، هو وهاي سيرجيكال امرجنسي تحتاج ل سيرجيكال انترفنشن.